تعرفت للإسلام أولا أثناء الحرب الخليج الأول 91 ميلادي، لما كثرت الكلام والحديث حول العرب عموما عن المسلمين وأن العراق وأن فلسطين وأن السعودية، ثم جاءت تساؤلات عن من هؤلاء القوم الذين دائما في الحرب والحروب وتقاتل بينهم، فذهبت إلى المدرسة فاستفسرت إحدى المدرسات فأرشدتني إلى أبحث عن الأديان، لأن دينهم دين العرب هو الإسلام، ودين العرب يأمر بالعنف ويأمر بالظلم والطغيان وسلب حقوق المرأة. فاستغربت هذا وأنا حينئذ عمري 14 سنة تقريبا، ففكرت لازم أن أقرأ عن القرآن عن كتابهم المقدس، فذهبت فاشتريت نسخة مترجمة للقرآن الكريم فقرأت كاملا، إلا إن وصلت إلى الآية إن الله ليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذه الآية دخلت في قلبي فاخترت الإسلام دينا. بهذا الطريق تعرفت على الإسلام. للأسف الشديد في منطقة التي كنت أعيش فيها في جنوب البرازيل لم يكن هناك لا مركزا ولا مسجدا ولا شيء يمثل المسلمين، وعدد المسلمين هناك للأسف قليل جدا، وحتى القليل الموجودين لم غير مهتمين بدعوة الإسلام. ما وجدت صعوبة لأجد الإسلام، لكن وجدت صعوبة في أين المسلمين، أين أجدهم، أين أجدهم المسلمين. هذا هو أكثر عقبات وجدت في سيري إلى الإسلام، يعني أين المسلمين المستعدين ليجلسوا معي ويعلمونني أمور الإسلام. هذا هو أصعب شيء وجدته في البداية. من العقبات الموجودة يعني نوع من انغلاق المجتمع العربي الموجود هنا في البرازيل، فحتى أصبحت كثير من المساجد مثل نوادي للجالية العربية، فيجد البرازيلي الذي يدخل في الإسلام كأنه غريب. إذا كان المسلمون غريب غرباء في برازيل، فالذي يدخل في الإسلام يصبح غريبا داخل مجتمع مسلم. هذه من أكبر العقبات التي يجد المسلم الذي يريد أن يدخل في الإسلام، يعني هل هناك من يترجم لهم الخطب، هل هناك الخطبة بلغتهم ودروس بلغة البرتغالية. هذه الأمور ناقصة جدا في مستوى الدعوي العملي في البرازيل، ولكن مع ذلك جهد كبير والحمد لله، وأنا أعتبر هذا من اختبار وابتلاء من الله تعالى لعباده. هذا بهذا المسجد نحن نقوم بإمامة الصلوات وبخطابة وخطبة الجمعة تكون باللغة المحلية، يعني تكون باللغة البرتغالية خطبة الجمعة، بإضافة إلى دروس عقب الصلوات غالبا صلاة المغرب أو صلاة العشاء يوم بشكل يومي، نعلق على آية التي نقرأها في الصلاة أو نعلق على حديث النبوي الشريف، ويوم السبت عندنا من الدروس من دروس الأمور التربوية، أمور التربية الإسلامية وتزكية النفس من الساعة الثانية ونصف إلى المغرب، وبعد المغرب عندنا وجبة خفيفة ثم نفتح المجال للأسئلة وأجوبة على للإخوة البرازيليين الحمد لله. المنشورات باللغة البرتغالية في البداية كانت ضئيلا جدا، يعني ضعيفا جدا، فاليوم الحمد لله كثرت والحمد لله. أين التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك ويوتيوب وتويتر ساهمت كثيرا لنشر دعوة الإسلام، لكن المنشورات هذا هو الذي يبقى لكي ننشر الإسلام يد بيد لابد يكون المطويات. فنحن نشكر الله تعالى على هذه المناسبة الكبيرة لكأس العالم لمونديال هنا في البرازيل، كثير من الجهات والمؤسسات الدعوية الخيرية ساهمت في نشر الكتب الإسلامية في أعماق المجتمع البرازيلي. نسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا لطاعته. لكن ورد كل الحكايا تقص وبين الأمان خبايا وفن.